عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. خوتي خواتاتي، كنعتذر منكم شحال هذه ما حطيت معكم شي حاجه غير لي ظروف وصافي. وكنشكر الناس كاملين اللي سولوا فيا، بزاف ديال الاخوات اللي سولوا فيا، كنقول لهم شكرا شكرا لكم بزاف بزاف خواتاتي العزاز. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيشوفونيش عندهم في الكومنتارات، راه باقي عندي نفس المشكل وماشي مع كل شيء. راه اش غنقول لكم، كي شي مره كنتفرج ل 10 20 30 ديال الناس كيكونوا الكومنتارات كيتثبتوا، من بعد ما كيبقاوش يتثبتوا ليا، ما عرفتش علاش باقي عندي هذا المشكل. اما انا راني معكم دائما بالمشاهده الكامله واللايكات دائما. كنتمنى لكم التوفيق كاملين اخوتي، وشكرا لكم بزاف بزاف سولتوا فيا. وبالنسبه للناس اللي انضموا للقناه ديالي جداد، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. والناس القدام داركم شكرا لكم بزاف. كما كتشوفوا معايا اخوتي خواتاتي، عندي هنايا واحد لي كابكيك ولا المادلين اللي غادي نحضرهم معكم، اللي كيجيو رائعين، نحضرهم لوليداتنا يديهم معاهم للمدرسه وللكوتي ولا يفطروا بهم، كيجيو زوينين وبنان. خليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ديال هاد لي كابكيك. خواتاتي غادي نقول لكم المقادير اللي غادي نحتاج في المادلين اللي شفتوا معايا. عندي هنايا جوج ديال البيضات، كاس ديال الحليب، وعندي هنا نص كاس ديال زيت المائده، ونص كاس ديال السكر سنيده. الا بغيتوا تزيدوا سكر زيدوا، انا هاد القياس كيجيوني هما هادو. عندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال مربى المشمش، وعندي جوج كيسان ديال دقيق الفورس، يعني 200 غرام، جوج كيسان ديال العنبه، وعندي جوج صاشيات ديال الخميره اللي كيوزنوا 7 غرام. بسم الله على بركه الله. غادي نبدا اول حاجه بالبيض والسكر. واحد شويه ديال المليحه اللي ضروري كنديروها دائما في الكيك ديالنا ولا في الحلويات. بسم الله، غادي نخلط هذا الخليط مزيان مزيان حتى يتبدل ليا اللون ديالو يولي اللون ابيض، وحتى الى بدات مزيان مع البيض عاد نضيف العناصر الاخرى ولا المكونات الاخرى. صافي، من بعد ما السكر سنيده ديالي داب هكا، وانتوما شوفو كيفاش ولا اللون ديالو ابيض. دابا غادي نضيف الزيت شويه بشويه وانا كنخلط. نقدر نضيف الحليب، وغادي نضيف هاد المعلقة ديال الكونفيتير ولا المربى، هنا غنضيف الدقيق، نضيف شوية بشوية. نضيف هاد الصاشي ديال الخميرة، نخلط في الخليط ديالي هكا وانا كنضيف الدقيق حتى نحصل على الخليط اللي بغيت. هاد العجينة ديال لي كابكيك ما كتكونش خفيفة بزاف بحال الكيك، شوية خصها تكون شادة في راسها باش الكيك ديالنا كيطلعو مزيان ومكيرجعوش يهبطو. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلو عليه ديال الكابكيك ديالنا، هكا على هاد الشكل هذا، نديرو هكا خطوط وكيبقاو باينين. صافي، غادي نجيب واحد المعلقة كبيرة باش غادي نعمر هاد الليمون ديال
انا هنايا عندي هاد الليمون هادو هما حطيتهم في هادو ديال الكاب كيك باش كيبقاو ليا هكا مرصين. بسم الله غادي ندير نص، ماغاديش نعمر هاد القوالب بزاف، غير النص ديال الكميه غادي ندير النص هكا باش مازال غادي يطلعوا لينا باش ما يفيضوش بهذا الشكل هذا. كما قلت لكم اخوتي اخواتاتي هاد لي كابكيك توجدوهم لوليداتكم يديوهم معاهم للمدرسة يديرو بيهم الكوفي، يعني هكا حسن كنكونو دايرينهم في الدار كنعرفو شنو فيهم باش منطولش عليكم. صافي من بعد ما ضفت هكا النص ديال العجين في هاديك الورقات غادي ناخد هاد حبيبات ديال الشكلاط ونضيفهم هكا نزين بيهم من الفوق. ديفو الكمية اللي بغيتو، بغيتو بزاف ولا غير شوية اللي بغيتو. بنفس الطريقة غادي نعمر الليمون ديالي كاملين ونرجع معاكم. صافي من بعد ما عمرت هكا الكويرطات ديالي بالخليط ديال الكاب كيك وزينتو هكا بهاد الحبيبات ديال الشكلاط، دابا غادي ندخلو للفران. الفران عندي شاعر، الفران ضروري يكون سخون. ملي كندخلو هاد لي كاب كيك للفران كنقصو العافيه، نخليو العافيه منيله ونديرو الجهه الفوقانيه حتى يطيبو لنا من الفوق ونهبطو نص حتى يتحمر من الوجه ونرجع معاكم باش نشوفو الشكل النهائي ان شاء الله. هاد هما لي مادلين ديالي ولا لي كاب كيك، كيجيو على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفو معايا اخوتي، كيجيو طالعين ما شاء الله رائعين وكيجيو مفجوجين وفتيين. هانتوما ما شاء الله انا ما غاديش نحلهم مازالين سخيخنين، تبارك الله كيجيو رائعين وكيجيو بنان بهاد الطريفات ديال الشكلاط. كيف ما كنعرفوا الوليدات كيحماقوا على لي كاب كيك هكا ولا اي حاجه فيها الشكلاط، الوليدات كيبغيوهم ماشي غير الوليدات، راه حتى حنايا. خوتي خواتاتي كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم شكرا مره اخرى على المشاهده ديالكم وعلى اللايكات والكومنتات الزوينين ديالكم. شكرا لكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله.